هذا وقد عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا من غرفة العمليات لمتابعة آخر مستجدات عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية. ينضم إلينا مباشرة الزميل باسم أبو العنين من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. باسم، ضعني في صورة أبرز النقاط التي رصدت في غرفة عمليات الهيئة. تحياتي إليك من الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا من غرفة العمليات بالهيئة، وذلك للمتابعة لحظية لمجريات عمليات الاقتراع والتصويت على مستوى العالم. طبعا نعرف أن عمليات الاقتراع وفقا لفروق التوقيت تجري في توقيتات شتى، ولذلك هنا غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة المتابعة اللحظية لمستجدات عملية الإدلاء بالأصوات حول العالم. وللمزيد معنا السيد المستشار أحمد بن داري، المدير التنفيذي للجهاز للهيئة الوطنية للانتخابات. بنرحب بحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. النهارده يا فندم واحنا في تاني ايام التصويت في الانتخابات للمصريين بالخارج، يعني محتاجين نعرف اكتر عن ابرز ملامح هذا اليوم بعد ما حضرتك تواصلت مع السادة السفراء والقناصل حول العالم. هو بالفعل احنا متواصلين مع كل الرؤساء اللجان، هم السادة السفراء الدبلوماسيين، على مدار ال 24 ساعة نظرا للتوقيتات وفروق التوقيت في كل دولة. فيعتبر ان احنا منعقدين او اللجان كلها منعقدة خلال ال 24 ساعة. وزي ما حضرتك شايف كده، في اول اليوم وكان في كثافات، وتاني يوم في كثافات اعلى، واضح جدا يعني ان فعلا فكرة الاجازة كانت لها تأثير، ولكن في اقبال ملحوظ في كافة المقرات. احنا متواصلين مع السادة السفراء، ويعني بنطلع على كل الامور، لو في اي مشكلة فنية بنتدخل على طول. حضرتك كنت نوهت على ان جواز السفر لابد ان يكون ساري، ولكن هناك استثناءات بخصوص الرقم القومي. لا، هو القانون اللي اوجب ان يكون جواز السفر ساري الصلاحية، اما بالنسبة لبطاقة الرقم القومي ما استوجبش ان تكون يعني سارية الصلاحية، ولو كانت منتهية يجوز له حق الادلاء بصوته بالبطاقة. اخيرا، هل حدث اي نوع من انواع المشاكل او المعوقات الفنيه امام اي سفاره او قنصليه؟ لا، ما فيش اي معوقات حصلت، بالعكس ده كان في كل التيسيرات. الساده السفراء قائمين بالعمل كما ينبغي، بنيسر الاجراءات لكافه المواطنين. في اي مشكله بتواجه اي سفير بيحصل اتصال مباشر وبنحلها على طول، وبنمكن كل المقيمين في الخارج اللي بصوتهم وبشرحهم السياسيه. نشكرك يا فندم جدا. شكرا. شكرا. كما سمعنا ورأينا، كان معنا المستشار أحمد بن داري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وهنا في غرفة عمليات الهيئة التي تعقد بشكل لحظي للمتابعة اللحظية لعمليات الاقتراع حول العالم في كل السفارات والقنصليات حول العالم. هذه كانت أبرز الأمور التي حدثت حتى وقتنا هذه في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج. إليك. نعم، أشكرك باسم أبو العنين، مراسل التلفزيون المصري إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكر موصول لسيادة المستشار أحمد بن داري على هذه المعلومات.